طيب انا عايزه اشوف الجانب اللي هو دايما مش كل الناس بتتكلم عنه. احنا بنشوف الانتصار وبنشوف النجاح والميداليات والانجازات، لكن بيبقى في حته دي بتاعتكم انتوا، الصعوبات والتحديات واللحظه الصعبه. انا عايزه اقول في ان حياه كل واحده فيكم في لحظه صعبه عيطت فيها، ممكن كتير قوي، زعلت، اتقهرت، يأست، في لحظه اكيد مرت على كل واحده، فكل واحده تحكي لي المشهد ده. عايزه اقول ان قبل بطوله العالم مريت يعني خساره كتير اكيد، يعني كان في اكتر من موقف، بس يعني الحمد لله انا كان عيني على هدفي برضو، يعني ان انا اول عالم دي كان اهم حاجه بالنسبه لي. يعني اخر حاجه موقف صعب، يعني قبل البطوله ب 15 يوم اتصبت، جات لي اصابه جامده مره واحده، مفيش اي حاجه في العضله الخلفيه. فعلا الموضوع كان صعب، هي كانت في صعوبه ان هي تقدر ترفع رجليها اصلا كده، و... كان في خطوره او كان في بالظبط فعلا. بس ومريم يمكن مميزه يعني في رجليها، يعني هي بتستخدم رجليها برضو في اكتر الاوقات، ده من ضمن الخطه اللي هي بتستخدمها. فالموضوع فعلا كان صعب. ما شاء الله. لا وانت طويله بالظبط، وقعدتي قد ايه مصابه؟ وحتى الاصابه لسه مكمله معايا، يعني انا بس اتعاملت معاها، ما هو مفيش اي، كان عندك هدف ولازم بالظبط، بس ده كان في خطوره عليكي، واحنا عيني على الهدف برضه، يعني برضه مهما حصل لو في اللحظه دي انت اتهزيتي او اكيد زعلتي؟ جت يعني اكيد ساعتها فعلا احبطت شويه، بس لا طبعا الكباتن كانوا في ظهري دايما وماما وكده، فهم اللي ساعدوني ان انا اقدر اتخطى الموقف. طب ودكتوره رحمه؟ طبعا في صعوبات كتير مرت و يعني قدرنا ان احنا نعديها، بس اصعب سنه عدت عليا سنه 2022. ليه؟ اللي هي كانت فيها ثالثه ثانوي، وكان فيها اصابات كتير قوي، يعني كنت بطلع من اصابه ادخل في اصابه تانية، فاللي هو ما كنتش يعني وشهاده وثانويه، أيوة. بحس جوايا ان انا مش جاهزه، بس لا يعني انا عايزه اتمرن وكده، بس طبعا الاصابه منعاني. بس فالحمد لله لعبت بطوله العالم في الاخر وجبت تاني، وعدت تاني فاينل بطوله عالم على التوالي. يعني بصراحه حاجه مش سهله جدا ان انت تلعب بطوله العالم ورا بعض، واول بطوله تبقى ميداليه فضيه والثانيه ذهب، فما شاء الله عليها يعني. اكيد. ورؤى اللحظه الصعبه؟ هو طبعا في صعوبات كتير قوي، بس انك بتلعب باسم مصر ده ضغط كبير قوي، وضغط تمرين بيقدم ضغط عليك، وانك انت المفروض تبقى في احسن صوره ليك، وانك انت عايز ترفع اسم مصر فوق، فالموضوع بيبقى صعب عليك، والناس اللي مستنيينك في الشرقيه عايزين يحتفلوا بيك، افرح ماما واهلي، فالموضوع بيبقى صعب قوي. كنت لازم برضو في ضغط محتاجين نعديه عشان تبقى كويس، يعني ضغط من جميع. عديتي بأزمات او احباطات كده؟ طبعا انا خسرت في بطوله، كان عندي اصابه قبل، لعبت صفيه، انا كنت مصابه في ظهري، فلعبت بعدها بطوله ما حصلش نصيب، فحصل دروب كبير قوي قوي، وان انا لازم بقى ارجع تاني، فرجعت الحمد لله، ربنا كرمني بعدها باول تصفيه واول شؤون افريقيا واول افريقيا وتاني عالم، فيعني هو دروب حصل كبير قوي بالنسبه لي، بس هو اولاني الحمد لله. طيب ايه العدو الاول لاي رياضي حاطط النجاح والفوز هدف قدام عينه؟ في عدو، ايه هو؟ ايه العدو قدام اي رياضي عايز يحقق نجاح او انجاز؟ عدوه مين؟ يبعد عن ايه؟ هو يعني اللاعب لما اشوف اللي هو بايده كل حاجه، يعني انا بشوف لو يعني انت ممكن لو هدفك على حاجه مهما، اكيد في ناس بتبقى ضدك ساعات اكيد، بس برضه يعني بشوف انت تقدر على اي حاجه، يعني مثلا انت لو عينك على هدف فعلا ممكن تحققه. مش الاحباط وفي كلام الناس، لان في ايه في القران بتقول ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعني انت لعبك حلو، بس هو عايزك تبقى وحش، فبيحاول يحبطك، يدخلك في ياس، يضغط عليكي، بس فانت ما تديش ودنك، لا انت كمل في طريقك وانت صح. طيب ورؤى؟ هو برضه نفس الكلام، برضه الافكار السلبيه اللي بتجيلك، انت ممكن تكون في عز نجاحك وبرده انت شايف نفسك حاجه مش كويسه، الافكار السلبيه طبعا دي احنا لازم نغيرها بالمنتال والحاجات دي، الافكار السلبيه يعني دي سبب مشكله كبيره لاي بطل. احنا نشكركم طبعا، لازم نشكرهم طبعا، ومتشرفين بيكم، نبارك لهم ان شاء الله، وفي انتظار الميداليات بقى تاني ان شاء الله. طبعا الثلاث بنات من محافظه الشرقيه، فحابب اوجه الشهر لمنطقه الشرقيه للكاراتيه برئاسه الاستاذ احمد زكريا، على الدعم والجهد المبذول لجميع اللاعبين الكاراتيه في محافظه الشرقيه، وبالذات اللاعبين الابطال على الدعم اللي بيقدمه ليهم في البطولات الدوليه علشان يفضلوا متصدرين الرانك العالمي.
فالف شكر ليك. احنا كان عندنا طلب كده ممكن عايزين نقوله في اخر الحلقه، كان نفسنا ان احنا نسلم على ست الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحظى بتكريم او حاجه ان شاء الله. نتمنى طبعا باذن الله وعلى طول يكون في قريب تكريم ان شاء الله. طبعا الكابتن اسلام كلمه اخيره بعد اذنك. كابتن اسلام عمر طبعا هو السبب الرئيسي طبعا ان انا اكون موجود معاهم وان انا اوصل للنتائج دي، فبشكره جدا. احنا بنشكر كل حد قدم جهد او هيقدم جهد او عنده استعداد ان هو يتعاون مع بناتنا بطلاتنا اللي رفعوا اسم مصر، سفيرات فوق العاده. كل هنا عجبتني الكلمه اللي قالتها، كل العالم قام وقف ساعه السلام الجمهوري، السلام المصري. بطله مصريه محتاجه دعم، اكيد انه في انديه كتيره بتطلع ابطال محتاجين دعم من ناس كتير. الدوله مش متاخره والدوله بتقدم طول الوقت، بس احنا كمصريين ايدنا في ايد بعض وقلبنا على قلب بعض وكتفنا في كتف بعض، هنقدر نطلع مزيد من الابطال في كل المجالات مش بس في الرياضه. والنهارده يمكن كمان كان معانا الطالب الجميل محمد هاني، الدكتور محمد هاني اللي دخل طب ورغم ان هو كان في ثانويه عامه ودخل طب وحقق حلمه، ما تخلاش عن الاكاديميه وعن الاختراع الجميل اللي هو قدمه للبشريه وللخير، اللايف فيست الذكيه اللي هتقدر ان هي تساعد ناس كتير او تحمي ناس كتير جدا من الغرق. كل دي نماذج جميله وملهمه ومشرفه جدا، وده دورنا هنا في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا ان احنا نقدم كل النماذج دي لحضراتكم. بندور عليهم وبنتواصل معاهم علشان نحاول نعمل حاله من الوعي والادراك، وده جزء اصيل من دورنا كاعلاميين. شكرا لحضراتكم.